سونتي 2.0. من الاثنين للجمعة لحداش متاع الصباح على الحياة اف ام. سومير من توا حتى ل 11:30 اون فا تريتي دي سوجي يهمكم ويهم التوانسه الكل. الشقيقه، الميغرين وجاع الراس اللي لازمنا نعيشوا معها. باكثر التفاصيل هذا حديثنا في الو دكتور. 2500 هكتار لازم نداويها باش نقضيو بصفه كبيره على الوشوشه اللي تفتك بصحه التوانسه وخاصه صحه ولايه القيروان. بلديه القيروان شنو اللي حضرت؟ هذا اللي باش نعرفوه. و2500 مليون دينار هي عائدات السياحة الصحية. هذو أهم المواضيع من توا حتى للحظة شونس. توت سويت شيفر دي جور. شيفر سانتي. 2500 مليون دينار هي عائدات السياحة الطبية في تونس. هذا اللي كان أكدو رئيس الغرفة سيد غازي المجبري أن تونس تمثل اليوم الوجهة الأولى إفريقيا في عدد المرضى الأجانب، والثانية إفريقيا من حيث مؤشرات الصحة وجودة الخدمات. وكان أضاف أن بلادنا تستقطب اليوم 500,000 أجنبي للعلاج لتلقي الخدمات الصحية المختلفة بمعدل إقامة في تونس 3 أيام، الكل منهم مع معدل نفقات في المصحات في حدود 5000 دينار ونفقات أخرى خارج المصحة بمعدل 3000 دينار. وين توفر السياحة الطبية عائدات تفوق 2500 مليون دينار سنويا، فضلا عن ما توفره من مواطن شغل ومن فرص استثمار عديد. وأكد أن مختلف المتدخلين في ممثلي القطاعات المساندة للخدمات الصحية أن هذه الأرقام تنجم تتضاعف وأكثر في قادم السنوات، ويمكن استقطاب أكثر من مليون أجنبي سنويا للمعالجة في تونس. هذا الشيء في الجيجور بالنسبة لليوم. ريفي سانتي. في الغوفي سانتي نرجع لآخر النشريات والإصدارات الطبية العلمية. مهم برشا المتابعة للحياة الطبية واقتراحات الأطباء في بحوثهم العلمية تكون جزء من الحلول لوضع صحي في تونس يكون صعيب. هذاك علاش اليوم اخترت باش نحكي لكم على أرتيكل مهم برشا. Partenariat public-privé, une solution pour le développement du système de santé en Tunisie. هذا اللي تنجموا تلقاوه على تونيزي ميديكال. يحكي على شراكة PPP. هذا التوجه اليوم بأرقام ودراسة وبحوث معمقة وصاحبة هذا المقال وهي الطبيبة جيهان الجديدي. أكثر التفاصيل تنجموا تتعرفوا لها بأدق التفاصيل. اخترت لكم المقال هذا باش تنجموا تعملوا ليه طلب، خاصة أنه في المقال كانت عندها عودة لأهم النقاط المكونة للصحة بصفة عامة في تونس، خاصة من مستوى البنية التحتية وخاصة من مستوى الموارد البشرية. رقم يهمنا برشا في الفينانسمون دي سوان واللي تنجموا تلقاوه الحقيقة في الارتيكل هذايا، خاصة أنهم لي ديبونس توتال ان سونتي ريبريزونت 7.1% من البي بي. هذا بين سنة 2012 و2013 وهذا كان غير كافي. اون بارتناريا بوبليك بريفي principe et avantage نقطة مهمة، وتنجموا تقراو أكثر تفاصيل في الارتيكل هذايا وين تلقاو موجودين لتونيزي ميديكال تحت عنوان partenariat public privé une solution pour un développement du système de santé en Tunisie. واختيارنا المقال هذايا خاصة أنه في زوم سانتي في قادم الأيام مش نعاودوا نفتحوا الملف هذا، ملف يهم التوانسة الكل. شنية الحلول في وضع صحي الرهن؟ الشراكة بين القطاع العام والخاص هل هي من الحلول؟ هذا باش يكون بحث متواصل في زوم سانتي. وهذا الارتيكل بالنسبة لليوم في ريفيو سانتي. الو دكتور. اهلا وسهلا ومرحبا بكم الناس الكل. هذه المجازين سانتي 2.0 كل يوم الاثنين حتى للجمعة انتخي دي سوجي يهموكم ويهموا التوانسة الكل. انه تكون عندنا ثقافة صحية طبية مهم برشا. هذه هي الروبريك اللي نحاولوا ديما نجاوبوا عليها على تساؤلات السادة المستمعين. الو دكتور. سؤال اللي جانا وعند التوانسة الكل، عندي وجاع في راسي، الشقيقة اللي يعرفوها الناس الكل. هذا باش يكون موضوعنا وحديثنا اليوم مع الدكتورة هالة المنيف، طبيبة مختصة في أمراض الأعصاب. دكتور أهلا وسهلا. أهلا وسهلا بك. نشكرك على تدخلك معنا. التوانسة الكل يشكيوا من وجيع على الرأس، لكن السؤال المطروح وقتاش هي تكون وجيع على الرأس عادية وتولي ما يعرف الشقيقة أو الميغري اللي نعرفه؟ الشقيقة هو نسميها باللغة العامية صداع النصفي، وهي نوع من أنواع أوجاع الرأس نقول عليها بريمير على خاطر الفحص السريري للمريض والتحاليل بصفة عامة والصور الطبية تكون كل مرة طبيعية.
والميجرين مدام شنية دكتور هي بالضبط؟ أكثر من وجيع راس ولا جوست وجيع راس وكهو كيما نعرفوها بالعامة يا بيانسو؟ باه الميجرين فيها جوست أنواع ثم الميجرين فانجورة واللي نقاو فيها جوست أوجاع نتاع راس أو صداع نصفي. النوع الثاني هي الميجرين أفيك أورا، وهذه النوع من الميجرين نقاوها مسبوقة بعوارض كيف ما نجوم كحول يشوفهم المريض قدام عيني مدة 4 ساعة درجي، وإلا ساعات تنمي وساعات حتى تصن ولا ثقل في اليدين وفي الساقين تقعد المدة نتاعو بين 4 ساعة ونص ساعة. تنجم تسبب من العوارض دكتور نحكيو بيان سور في الميجرين ولا الشقيقة اللي نعرفها، تنجم تكون فما نوع من الدوخة مع العوارض اللي كنت تحكينا عليها؟ الدوخة ماهيش ديكريت، معناتها ماهوش عارض طبيعي مع اللي يتناسب مع الشقيقة. دكتور شنو ما أسباب متاع الشقيقة؟ أسباب متاع الشقيقة هي متعددة، ما عنديش سبب واحد. نقول وإحنا ثم عوامل متعددة، أهم حاجة هو العامل الوراثي بصفة عامة تلقى في العيلة أكثر من شخص عنده شقيقة، وثم عوامل أخرى واللي هي هرمونية، وهذيك علاش الشقيقة نلقاوها الأكثر عند المرأة في فترة الخصوبة. في فترة الخصوبة تكون هي عرضة للشقيقة، أكثر بريود تكون فيها المرأة عرضة للشقيقة. مادام فما دي فاكتور كي ديكلونش هذية معناتها وتخلي وتحير كان صح التعبير المرض متاع الشقيقة؟ بيان سور الشقيقة هي مرض مزمن، لكن ثم برشا عوامل تنجم تحير الشقيقة. والعوامل هذه مختلفة من شخص لآخر. مثال عند المرأة ساعات تكون العادة الشهرية هي المقترنة بالكريزات متاع الميجرين. عند بعض الأشخاص اضطراب النوم وشربتو نقص النوم ساعات زادة التعب. وثم في بعض الأحيان ثم أشخاص عندهم حساسية ضد بعض أنواع الماكلة. قالك مثال كيف ناكل حاجة الفلانية شربتو بعض أنواع الجبن وإلى القهاوي وإلى المنشطات نجم كريزة الميجرين سواء تتحير سواء بالعكس تتفرهد. مادام الجانب البيئي ينجم اليوم يكون سبب في الشقيقة هذه، إن نكون عايش في مناخ مسخ شوية مثلا؟ ما تمش علميا حاجة اللي تقوي معناتها السبب هذايا، ما تمش حاجة علمية أكد النظرية هذه، ما تمش من دكتور ما تمش. لكن تبقينا سمع بيض مثال يقول لك الطقس البارد وإلا المدي ينجم يحرر لأعراض الشقيقة. أما شكون يقول لك كيف نكون في بلاصة سخونة ونخرج بلاصة باردة تتحير لأعراض الشقيقة. وكيف عامة معناتها هذه تختلف من شخص آخر، والمريض بحد ذاته يعرف هو العوامل هذه ويعرفها ويحفظها وكيف عامة يتجنبها واحد واحد. مادام شو هما لي سامبتوم نتاع الميجرين، العوارض كان صح التعبير نتاع الميجرين؟ العوارض نتاع الميجرين هي تتمثل في 4 ولا 5 خاصيات. الميجرين هو بصفة عامة صداع يشد نص الرأس، وتلقاه مريج يمين ومريج يسار ما يشدش في بلاصة واحدة. والصداع هذايا إيتيمون أنتونس اللي هو يأثر على المريض ويحطو يقص على الخدمة اللي يعمل فيها، وإذا كانوا يقرا يقص على القراية دونك تأثر له على حياته. معاه بصفة عامة يقولك الضوء الحس يقلقني دونك يخير إنه يسكر روحه في بيت مظلمة وبعيدة على الحس. ساعات زادة تلقى معها غثيان وإلا ساعات كريمال المريض يولي يرد. المدة متاع الأوجاع تمتد بدون دواء بين 3 سوايع و3 أيامات. بين 3 سوايع و3 أيامات بدون علاج. بدون علاج. كي نحكيو مدام توا على الشقيقة معناتها مرض فيه دواء نوعا ما ولازمني نتعايش معاه هنا اليوم؟ كيف نحكيو على الشقيقة نحكيو على مرض مزمن. مش معناتها معناتها كيف ما إنسان عنده البرد جه بريود يتفرهد وجه بريود تتحير عليه. كيف تتحير عليه نحكيو على ديكريز دو ميغرين. وقت الكريز نستعملو برشا أدوية منها مضادات الألم، أهم حاجة نستعملوها هما لي باراسيتامول كان الإنسان متحسنش ولا يتعدل لي زونتي أنفلاماتوار. في الحالات القصوى نستعملوا بعض الأدوية الخاصة اللي هي ما تتعطى إلا بوصفة طبية خاطر فيها بعض الآثار الجانبية ومن المستحسن الإنسان ما يستعملهاش وحده. مادام الأدوية اللي كنت تحكين عليهم كيما مثلا الباراسيتامول، النجم في مرأة وقتها حامل هي نجم تستعمل نفس الأدوية اللي كانت تستعمل فيهم في وقت عادي وهي عندها الميجرين؟ باه بالنسبة للمرأة الحبلة هذي سي تون تيران بارتيكولي، فما برشا دويات ما ينجمتهاش تستعملهم.
بالمستحسن ما تستعملش الدواء دي كل، لكن كمان إذا كان جاتها كريزة متاع ميجرين نجم تستعمل باراسيتامول. لكن نحب نأكد عليه أنه شيرتوف بريود الحبيلة ما تميش كوش الميجرين، فما بعض الأنواع بعض الأمراض الخطيرة اللي تنجم تصيب المرأة الحبلة واللي تنجم تعطي أعراض تشبه الميجرين. دونك انا نقول للمراه الحبلة اذا كان حسيت كون نوعيه اوجاع راسك ماهيش كيف ما العاده لازمتك تعدي، خاطر تنجم تكون عرضه سواء للتوكسيني جرافيديك واللي نسميوها البومينا باللغه العاميه، والا بعض انواع التجلطات اللي تجي للمراه الحبلة كيف ما الترومبوز في نفس السيريبرا. دكتور هاله المنيف طبيبه مختصه في امراض الاعصاب، من الاسئله اللي جاتنا على الباج اوفيسيال فيسبوك راديو الحياه فين، فما عمر معين الصغار ينجموا يمرضوا بالشقيقه والا كل الكبار؟ ينشر الصغار ينجموا يمرضوا بالشقيقة سيرتو في فترة البلوغ. الخاصيات متاعها كيف تجي عند الصغير ما تشبهش عند الكبير، وبصفة عامة من المستحسن الصغير يمشي عادي عند طبيب أطفال وإلا طبيب مختص في الأمراض الأعصاب قبل ما نقوله عنده الشقيقة وإلا لا. اللي حبيت نعرفه أكثر من هكا مدام، سؤال زيادة أكدونا لي حتى على الباج أوفيسيال فيسبوك، شنو الفرق منين باش نطلع أنا وجاع راس عادية وبين الميجرين أبريتو كلها وجاع راس اللي يسمع فيه يقولك؟ كيف عام الميجرين الإنسان يكون خاطئ كلمة الميجرين كلها بس عليه، ما عندوش أقلق، ما عندوش فشلة، ما عندوش ثقل في الفيديو في ثقيل. ميض الميجرين يعرف روحه كلمته هي بيدها تتعود، صحيح الانترفال يختلف من بريود لبريود ومن شخص لشخص، لكن يعرف الكريزات يقول لك يا طبيبة راه جاتني الكريز نتاع الميجرين، إلا كومبرون يعرفها ديجا وقتاش باش تجي، تجي هكا نقولوا احنا كيل برودروم وسي ستيريوتيبي، معناتها تتعود هي بيدها من كريز لكريز. بيان سور كان ثم أي قلق آخر خلف هذوما الأعراض اللي حكينا عليها من المستحسن المريض يعدي ويتبع ويشوف. دكتور عندي وجع راس وعلى الميجرين ما استحقش نمشي للطبيب، جوست نمشي للفارماسي ونقول اعطيني باراسيتامول، هذا اللي دارج على الاقل عند التوانسة. لا، على خاطر الباراسيتامول كيف نكسر منهم بصفة كبيرة ندخلوا في الآثار الجانبية نتاعهم. إذا كان الكريز نتاع الميجرين إسباسي يقولوا احنا بعاد على بعضهم، تجي الكريز مرة في الشهر ونص مرة في الشهرين، وقتها أون بو سو بيرميتر وقت الكريز ياخذ المريض شوية باراسيتامول وينجم يتفرهد. لكن وقت الكريزات نتاع الميجرين تولي تجي بصفة مستمرة كل جمعتين السياسة ياخذ الدواء باراسيتامول، وقتها ندخل في الآثار الجانبية نتاع باراسيتامول واللي هو بحد ذاته ينجم يعطي صداع للرأس. ينجم سميوه صداع بار أبي دو تريتمون. اوكي، معناتها ينجم يكون هو سبب انه وجاع الرأس تكون موجودة. صحيح، باراسيتامول بين الآثار الجانبية نتاعهم ينجموا يأثروا على الكبدة وينجموا هما يسببوا أوجاع للرأس. وذلك علاش من المستحسن وقتها في الحالة هذه المريض ياخذ كون لابيل لي تريتمون دو فون اللي يعطيهم له طبيب مختص، واللي فيه مزود انواع سواء مضادات الاكتئاب والا لي بيتا بلوكون. دونك مدام اللي نفهم وانا ونأكدوا عليه خاصة للسادة المستمعين، دكتور هالة المنيف طبيبة مختصة في أمراض الأعصاب، ما ثماشي ميجرين ستوندار للناس الكل، وما ثماشي جاري قال لي برا خذ الدواء يعطيك أي اسم، لازمني في الآخر نمشي للطبيب. من المستحسن على القليلة في التشخيص الأولاني الإنسان يتأكد عنده ميجرين وإلا ما عندوش، ومن بعد يتبع مع مريضه مع طبيبه. سامحني دكتور هالة المنيف طبيبة مختصة في أمراض الأعصاب، سعيد جدا بحديثي معك، مش تكون زادة حاضرة بحضنا وسؤالنا اللي مش نطرحه عليك في موضوعنا في قادم الأيامات وجاي عرس لمدة شنو السبب كيفاش علاش واسكو يدواء وإلا لا، هذا باش تكون زادة إجابتنا في قادم حصصنا في ألو دكتور. أنجرو ميرسي لك أنت دكتور هالة المنيف طبيبة مختصة في أمراض الأعصاب، مكملين معكم في الماك سونتي 2.0، أهلا وسهلا بكم على الحياة فن. أجندة سونتي يا جندا سونتي، نرجع لأهم المواعيد العلمية والمهنية وخاصة نرجع لبلاغات وزارة الصحة، والبلاغ نحب نذكر به خاصة المقيمين القدامى في الطب أن الامتحان الوطني للتخصص في الطب بعنوان سنة 2021 باش ينتظم يوم 25 ماي 2021 والأيام الموالية بكلية الطب بتونس. بأكثر التفاصيل نجموا يعملوا طلة على سيت أوفيسيال لوزارة الصحة التونسية، وبالتوفيق لجامعة وبالتوفيق لكافة المقيمين القدامى. هذه كانت لجندا الجوجور. زوم سانتي زوم سانتي.
مش كل الوشويشة مع تشكية المواطنين هو بيش يكون موضوعنا اليوم في زوم سونتي. زعمة فما تدخل كما استنسنا من عند بلدية المكان وبلدية القيروان، شنو سبب متاع هالعدد الكبير وغير المسبوق اليوم؟ شنو الإجراءات الصحية والبيئية اللي تخذتها خاصة بلدية المكان؟ بأكثر التفاصيل في حوارنا اليوم مع سيد وسام بن علجية، طبيب بيطري صحي، رئيس مدير إدارة النظافة والصحة والعناية بالمحيط. دكتور أهلا وسهلا. مرحبا الحي. اتصالات المواطنين الكل بحياة فهم كانت هالوشويشة، شنو العدد الكبير اللي مش مستنسين به؟ شنو هالسبب هذا؟ والله هو السبب الرئيسي، نعرف هنا كمية الأمطار محدودة في الموسم الحالي، مع ذلك معناها نظرا لسوء تصريف المياه المستعملة بكميات معناها هامة وهامة جدا، تقريبا في مجملها المياه المستعملة قاعدة تصرف في المحيط الخارجي في غير قنواتها، مش قاعدة تعالج مياه غير معالجة، قاعدة تسكب تقريبا في عديد النقاط المحيطة بالمدينة وداخل المدينة. السبب هذا خلى انه معناها يحد من نجاعة التدخلات اللي من شأنها نتحد من انتشار البعوض بكافة أنواعه. كي تقول لي أنا اليوم المياه التصريف مياه المستعملة قاعد يتسيب، دونك هو كان هي بيئة حاضنة من العدد الكبير متاع الناموس والوشوشة هذي. احنا نعرف بالقروان عندنا تقريبا داخل مناطق العمران 2500 هكتار من المأوي الشاسعة لتوازن تكاثر البعوض خاصة الريفي. نعرف اللي عندنا الحماضة وعندنا مجاري أودية تمر بالمدينة، جزء منها تهيئ وجزء منها مازال ما تهيئش. نعرف اللي البعوض الريفي بعد ما يصير انغمار بالسباخ هذية بالحماضة معناها تصير ميزونو ويفقس كل ما بعضه ويتكاثف معناها ويتكاثر بكثافة كبيرة برشا. البعوض هذية قديش على قديش من كيلومتر نجم يتنقل دكتور؟ هو البعوض الريفي نجم يتنقل حتى على مسافات توصل إلى 25 كيلومتر. قديش نجم يعيش؟ نجم يعيش 40 يوم فما فوق. 40 يوم فما فوق، هذا النوع اللي قاعدين عنيو فيه في ولاية القيروان هذا خاصة اللي موجود بكثافة، هو اللي يعمل الكثافة الكبيرة اللي تسبب إزعاج كبير معناها للمتسكنين. بديت عملية المداوات دكتورة؟ المداوات معناها زوز أنواع، مقاومة عضوية فيزيائية ومقاومة كيميائية. المقاومة العضوية والفيزيائية فيها برنامج معناها على طويل المدى يتمثل في ردم العديد من المستنقعات، حتى واحنا في الثلاث سنوات الأخيرة ردمنا أكثر من 10 هكتارات، قرابة 12 هكتار، في حدود 12 هكتار تقريبا من المستنقعات اللي هي معناها في وسط الأحياء السكنية قرب مقام إيمان صحنون، قرب من انطلاق منطلق سوسة حتى المقام من صحنون، حدينا من برشا مقاوي هذه معناها. والمقاومة العضوية نعرف اللي هي مقاومة معناها الدوم، نظرا أنه المقاوي هذه إذا كان معناها نرزموها نكون تخلصنا منها بصفة نهائية. بالتوازي فما تهيئة متاع أودية ومتاع مجاري مياه الأمطار صارت المدة الأخرانية ومشينا فيها شوط مش خايف شوط ذي، لكن إلى اللايسنس هيئة هذية وليت مع معناها قنوات في تصريف المياه المستعملة، كي تمشي تشوف معناها المناطق المهيئة ذي رواسب في الأودية أنشد معناها أنه غطاء نباتي جديد ظهر في الأودية ذي، حتى أشجار الأكاسيا موجودة. نعرف أشجار الأكاسيا من شأنها حتى باش تكسر معناها الخرسانة وتنجم حتى تأثر على التهيئة اللي صارت في الوادي. عملية المداوات عن طريق الأدوية انطلقت اليوم دكتور؟ انطلقنا في المقاوي هذه المياه الراكده خاصه وين يركض المياه، نعرف اذا كان المياه فيه سيوله معناها ما يسمحش بتوازي البعوض. مشينا المناطق اللي فيها معناها مياه تركض فيها المياه، بدينا بها على مستوى هنشير قزانه، مستوى هنشير غيلان،
مشينا بالمناطق المحيطة بمقام من صحنون، مجرى واد البورجي اللي هو تويك معناها فيه مياه قد تسيل متاع مستعملة. نعرف الواد هذا صار تهيئته العام الفارغ، لكن للأسف تعبى المواد العضوية نتيجة تصريف المياه المستعملة، ومما معناها ولا يعيق معناها السيولة العادية للماء، معناها ولت الماء تركض. مشينا للبلايص هذه اللي فيها غطاء نباتي واللي فيها معناها ركود مياه، استعملنا معناها مواد كيميائية للمقاومة، استعملنا مادة الجرانيولي في نيتريتيون جرانيولي دا جي 3%، بدينا نستعملوا فيها هذايا في المقاوي الشاسعة. كذلك انطلقنا في المداوات معناها بالرش في أماكن الراحة تاع البعوض الريفي، ابتداء من ضفاف واد المالح وصولا إلى حتى معناها معلم الزربية، مما حد مش بصفة نهائية، لكن بصفة معناها حد بصفة نقولوا احنا جزئية من الكثافة العالية للبعوض في المناطق هذه. السؤال يسألوا فيه الناس كلها، شنو الحل اليوم دكتور؟ شنو الحل باش على الأقل الحد بصفة كبيرة، ولا مشكل كبير اليوم، ولا مشكل حتى صحية؟ هو مشكل صحي، نعرف مياه مستعملة ما تجيب لناش كنا البعوض، تجيب لنا حتى أمراض مارية تنجم تكون على غرار معناها البصفير، ونعرف هذا علاقة المياه البصفير بالمياه المستعملة، إلى جانب معناها البيئة الملائمة لتوازن تكاثر البعوض معناها والناموس من نوع كيرونوم اللي هو مزعج برشا ويخرص برشا أنواع حشرات وبرشا أمراض تنجم تتسبب فيها المياه المستعملة. الحل هو في إعادة نظر في تصريف المياه المستعملة. مش مسموح أن المياه المستعملة معناها تصرف في مجال الأودية. نعرف اللي مجال الأودية والقنوات تصريف مياه الأمطار هي بالأساس مجعولة لتصريف مياه الأمطار، ما نجموش نستعملوها لاستعمالات أخرى. أي من الوقت فماش تدخل أنجع اليوم من قبل إدارتكم على الأقل الحد بصفة كبيرة على الأقل من الانتشار نتاع البعوض؟ احنا فما تدخل قامت به البلدية في المدة الأخيرة على مستوى معلم الزربية، أنه معنا حلينا قناة جديدة للمياه، بعرفوا احنا أنه واد مرجليل ومواد زرود يتلقاو على مستوى معلم الزربية ويتواصلوا في واد واحد. حاولنا احنا الجزء اللي موجود من الطريق الوطنيه رقم 2 الى حدود معناها وادي الزرود، انا نربطوا وادي مرجليل بوادي الزرود، حلينا قناه عرض 4 امتار على طول 1400 متر بعرض 4 امتار على الاقل لتسهيل تصريف المياه المستعمله. وسام نحب نعطي نصيحه للساده المستمعين، فما برشا ناس توا خايفين من الوشوش هذايا، تلقاه يشدك خلينا نقولها بالعاميه هالمبيدات المنزليه ويبدا يستعمل فيهم، شنو هي نصايح على الاقل نجموا نقدموها لهم، خاصه ان هي مواد كيميائيه زاد راهي تتعمل؟ نعرف كل المواد الكيميائيه المستعمله هي عاده من دو فامي كبار، معناتها مبيدات حشريه لي زورغانو فوسفوري ولي بيريترينويد دو سانتيز. لي زورغانو فوسفوري نعرف هذوما راهم عندهم اون ريمانونس كبيره، معناها يقعدوا برشا معناها في المحيط يقعدوا بال 40 و 50 و 60 سنه. نعرفوا هذوما راهم عندهم اثار على الصحه العامه، عندهم اثار على التنوع البيئي. ديما نحاولوا ديما نقللوا اكثر ما يمكن من استعمال المبيدات هذيا الا في الضرورات القصوى. واضح. دكتور وسام بن عنجية، طبيب بيطري صحي ورئيس ومدير إدارة النظافة والصحة والعناية بالمحيط، نشكرك على تدخلك معنا والتوضيحات اللي أديتنا بيوم في زوم سانتي. هذا هو ملف آخر حابين نفتحوه مع سيادتكم، الوقاية خير من العلاج، تستحفظوا على رواحكم زادة اليوم كسسوا عند الخروج، تاخذوا اليوم تاخذوا حتى الإجراءات الوقائية حتى عند استعمال المواد هذية للحفاظ من الوشواشة والبعوض هذية. ملف آخر بشي تنفتحه، مدى استعمال اليوم للأودية هذية وعلش فيهم موجود بقايا من المياه المستعملة في قادم الأيامات، مش يكون من مواضيعنا هذه سوم سانتي اليوم. هكا نكون وصلنا لآخر سانتي 2.0، هذا رونديفو متاعكم كل يوم الاثنين حتى الجمعة على الحياة فهم، على خاطر صحتك تمنى
كل يوم تعطينا 30 دقيقة من وقتك باش ننصحوك به ونعطيكم آخر الحياة الطبية والعلمية. ولكن العمل هذا كان بتضافر جهود كبيرة، فريق عمل كان موجود، ما ننساوش في الكوتي التكنيك محمود الدرودي، عزيز الهلالي، محمد قدح، أمل بارس. أنغرو ميرسي لفريق الأخبار اللي أمن لكم جميع المواضيع. نتلقاو غدوة في نفس الوقت، منا الغدوة ديما برانشي معنا 93، هذه الحياة فهم، هذه ماجازين سانتي 2.0. سانتي 2.0 من الاثنين للجمعة لحداش متاع الصباح على الحياة FM.